أونليان هو مشروع يدعم منظومة ريادة الأعمال التونسية، الهدف منه تعزيز ودعم مبادرة الباعثين الاقتصاديين، وهذا من خلال إحاطتنا لباعثين المؤسسات الشبان. وفي هذا النطاق، أونليان يمول 5 برامج هياكل دعم وأسناد خاصة وجمعياتية، اللي هما حاضنة المشاريع أفكار اللي ترافقك وتقترح عليك عروض خدمات قيمة 30,000 دينار اللي يعاونوك في مرحلة إطلاق المشروع متاعك. حاضنة المشاريع ستختكت لدعم المبادرة والمشاريع المجددة، الهدف متاعها دفع وتنشيط نمو المؤسسات التونسية الناشئة. ستختكت هي مبادرة ثنائية تشرف عليها ويكي ستختاب وكختاج بزنس أنجلز إنيسياتيف تونيزي وغيزو أنتربرونتر. ثلاث جمعيات يمولوا أصحاب المشاريع عن طريق البخيدونار، وهكا يدعموا باعثين من الولايات الأكثر حاجة للتنمية، وخاصة الولايات الموجودين في الوسط والجنوب. سوق الكهنة أطلقت المنظمة غير الحكومية إندا للعالم العربي، هو أول علامة في التجارة المجتمعية التضامنية المنصفة موجه للمنتجات الغذائية والفلاحية في تونس. ومن جهة أخرى، بروجي أونليان يرافق إعادة هيكلة وتنشيط المحاضن العمومية للمؤسسات، وهذا تقديم الدعم التقني لمحاضن نموذجية تابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بميزانية 5 مليون أورو. الهدف متاع أونليان كونه يوصل بعد 3 سنين يحقق 1500 موطن شغل في 24 ولاية. أونليان هو مشروع ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، ويشرف على تنفيذه صندوق الودائع والأمانات بدعم فني من إكسبرتيز فرانس.